عقد مجلس بلدية الشمالية مؤتمر صحفي دشن فيه مشروع القرية الجميلة، وهو مشروع بيئي تنموي مشترك بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والجمعيات الخيرية في قرى المحافظة الشمالية. هذا ويعتمد المشروع في أساسه على إشراك أهالي القرى وخصوصا الشباب والناشئة في حملات النظافة وحملات تجميل الطرق وحملات تجميل واجهات المباني. وتأتي فكرة إشراكهم إيمانا منهم بأهمية الشراكة المجتمعية، كما تم الكشف عن جائزة مالية قدرها 2000 دينار بحريني للقرية الفائزة بهذا المشروع. يأتي إطلاق هذا المشروع لتحسين مستوى النظافة في مناطق المحافظة الشمالية وزيادة الرقعة الخضراء، بالإضافة إلى إيجاد جيل واع بأهمية الحفاظ على الأنظمة والقوانين للحفاظ على البيئة. إن كثير من المبادرات كانت تأتي من المواطنين ونبي لإبراز هاي العمل التطوعي، فالمواطنين يبون يسوون، يبون يعدلون يطورون. احنا جمعنا كل هاي الأفكار تبنيناها من خلال مشروع القرية الجميلة، وهذه راح تكون في النهاية نوع من المسابقة بين القرى، واللي في النهاية كل سنة راح تكون هناك جائزة أفضل وأجمل وأنظف قرية، وراح يكون هناك جائزة درع ومبلغ مالي. طبعا هذه المبادرة هي احنا كثر الشكاوى اللي كانت تأتينا خاصة من الأهالي في القرى، لما نقوم بزيارات ان هناك والله مخلفات أنقاض اللي هو مداخل ومخارج القرى، يعانون من وجوده ومنعهم دخول والخروج، وهذه فعلا تسبب لهم مشكلات حتى من ناحية لو يعني إزالتها حتى من قبل الجهات الرسمية. لا شك ان كل مشروع يكون مرتهن بقضيتين، القضية الأولى الشراكة المجتمعية والتي تكون ما بين البلدية ممثلة في الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي، إضافة إلى الأهالي ممثلين في الجمعيات والأندية. تقوية هذه الشراكة هي السبب الرئيسي الذي راح ينجح عمل وتكاتف الجميع، ينجح المشروع ككل. من غير ذلك أعتقد أن المشروع سيلاقي يعني مصير كل المشاريع اللي يمكن كثير منها طبقت ولكن لم تكن هناك فيه استمرارية بحكم أن الشراكة لم تكن بالحجم المطلوب. اليوم احنا بدينا مشروع القرية الجميلة، المشروع أهدافه الارتقاء زين في القرى، تطويرها، زراعتها، تجميلها. اليوم محتاجين احنا حق التجميل، حق زيادة الزراعة في القرى في المدن، والحفاظ على البيئة. اليوم البيئة، بيئتنا اليوم لازم نرتقي فيها. طبعا انطلاقها بتصير بداية من قرية المرخ، بحيث ان القرية صغيرة ومتكاتفة مع بعضها بعض، وفضلت المجلس البلدي والبلدية بلدية المنطقة الشمالية فضلوا ان المشروع يبدأ من انطلاقها من قرية المرخ اللي هو مثل ما قلنا يوم الجمعة العصر.